عز وبعددنا. خلينا نقول ان نقسم شويه حاجات كده انا كنت مهتم ان احنا نتكلم فيها، كنت محضرها على اعتبار ان الاهلي هيتوج النهارده باللقب متى مش التتويج، فبقت بالنسبه لي ليها معنى احلى. عايزين نقسم شويه نقط كده ونرتبهم كالاتي. يلا. النقطه الاولانيه، الاهلي بيقدم اداء سيء في الاسابيع الاخيره عشان نبقى متفقين، ده مش الاداء الجيد اللي الجمهور مستنيه. له اسباب طبعا 100%. هي دي بقى بالنسبه لي النقطه الثانيه. الجمهور ليه بيقلق من الاداء السيء برغم ضمان اللقب؟ لانه بيقول لك انا شفت المشهد ده قبل كده. انا متعود على اخد الدوري. انا شفت المشهد ده دايما بيتكرر، ان انا باخد الدوري واجي قبل الماتشات بتاعت افريقيا اللي انا كل هدفي وكل طموحي ان انا احققها، وبحس ان في دروب. هنا بنيجي لنقطه مهمه جدا، هل وقتها نعتبر المبررات والاسباب بتاعه الاداء اللي بيحصل دلوقتي من الاهلي مبررات واسباب؟ هل تعتبر مبرر وندي مبرر لفايلر، ولا فايلر لا يستحق التبرير ولا ده مدرب وحش؟ زي مثلا مرحلة مارتن لاسارتي. بالنسبة لنا كانت مرحلة مارتن لاسارتي الناس افتكرت ان هو مشي عشان اخفق في افريقيا. انا بالنسبة لي لا، هو مشي لانه كان مدرب مش كويس بالنسبة للاهلي. كويس. فاحنا محتاجين نحط نقطتين مهمين جدا، الاهلي لعب وحش وهنتكلم باستفاضة ليه. الناحية التانية، ان هل فايلر يستحق التبرير ولا لا؟ دي النقطة التانية الجدلية اللي ممكن نتناقش فيها احنا الثلاثة ونطلع عليها الأرقام والإحصائيات ونفكر فيها ساعة.